إذا لم تستطع أن تدور حوله أو أن تقفز من فوقه أو أن تنفذ من خلاله، فمن الأفضل أن تتفاوض معه مثل ما بتقول أشلي بريليانت. ابدأ بهدف وأنهي باتفاق مثل ما بيقول كارل ألبريخت. شو هو مفهوم التفاوض؟ يذكر ابن المنظور في لسان العرب أن التفاوض يعني تفاوض الشريكان في المال فيه أجمع، والمفاوض أن يشتركا في كل شيء في أيديهما، وفاوضه في أمره جاراه، وتفاوضوا الحديث أخذوا فيه، وتفاوض أقوم في الأمر أي فاوض فيه بعضهم بعضا، ومفاوضة العلماء أخذت ما عنده وأعطيته ما عندي، والمفاوضة المساواة والمشاركة وهي مفاعلة من التفويض. كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه. بينما نجد أن إيفانز سنة 1998 ميلادي حدد التفاوض على أساس وجود عدد من وجهات النظر بين عدد من الأطراف حيال موضوعات معينة، وذلك عندما قال أن التفاوض مصطلح يعني تناول وجهات نظر متعددة تعكس آراء كل منهم حال إبداء آراءهم حول موضوع معين. المفاوضة هي طريقة متحفزة للوصول إلى حل مقبول لحاجة ما بين طرفين أو أكثر، سواء كانت هذه الحاجة على شكل صعوبات أو ضوء أو شروط، وهي تمكن الشخص من محاولة الحصول على ما يريده وإعطاء الآخرين فرصة ليفعلوا الشيء ذاته، كما تقول باربرا أندرسون في كتاب التفاوض الفعال.